بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يتجدد اللقاء من بيت الله الحرام من جوار الكعبة الشريفة في هذه الأيام المباركات، والتي نستقبل بها شهر الخير، شهر رمضان، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر في صحة وعافية وأمن وإيمان وأمان، وأن يجود الكريم جل جلاله برفع الوباء عن الأرض، وأن ينعم المؤمن والإنسان بنعمة ربه سبحانه وتعالى وأمنه. وأسأله عز وجل أن يبلغنا شهر الصيام ونحن في صحة وعافية، وأن يعيننا فيه على كل عمل يرضيه من صيام الشهر وقيام ليله وتلاوة آيات كتابه وذكره جل جلاله آناء الليل وأطراف النهار، وأن يوفقنا فيه للصالحات، فإن ربي الجواد الكريم. أيها الإخوة الأكارم، أمر الدين عظيم وجليل وكبير عند الله سبحانه وتعالى، فالدين دين الله، وخلق الله عز وجل الخلق ليدينوا له بالدين الذي ارتضاه لهم واختاره لهم وشرعه لهم. وللقيام بهذا الدين جعل هذا الإنسان مورداً لشريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى، وخلق الله عز وجل الخلق مسخرا لهذا الإنسان، فدل ذلك على كرامة ابن آدم، وهذا من جهة، ودل أيضا على عظم المهمة والمسؤولية التي أنيطت بهذا المخلوق المكرم، وهذا من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة وهي الأهم، دل على عظم أمر هذا الدين، حيث خلق الله هذا المخلوق وكرمه لأنه سيكون هو المكلف بهذا الأمر، وأنه خلق له هذا الكون العجيب العظيم الدقيق في تدبيره وفي تقديره وفي حركته ونظامه، ثم جعله مسخرا لهذا الإنسان المكرم. فمن هنا المؤمن أعظم ما يدل على صدق إيمانه، والمسلم أعظم ما يدل
على صدق إسلامه وعلى فهمه لهذا الانتماء العظيم، إدراكه بمكانة الدين وتعامله مع الأمر بجد، خذ الكتاب بقوة، ويعلم أن الأمر خطير جدا، فعلى الدين يترتب الفوز والنجاة، على الدين تترتب السعادة أو الشقاء، وعلى الدين يترتب سكن الجنة أو النار، وعلى الدين يترتب رضوان الله عز وجل أو غضبه وسخطه. ولما كان الأمر بهذه المكانة أظهر الله عز وجل لنا من خلال وحيه ما أصل وأسس وبنى هذا التقعيد لأهمية الدين ومكانته في حياة الإنسان وفي هذه الدنيا. وما بين أيدينا آية الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من النبيين، وهي ذات اتصال مباشر بما تحدثت عنه وأتحدث عنه الآن، وهو مكانة الدين ومنزلته في ميزان رب العالمين. فإن مما بين هذا الكتاب من مكانة الدين عند الله جل جلاله العظيم القوي القهار خالق الكون خالق كل شيء جل جلاله، من الأمور التي ذكرها وحي السماء للدلالة على ذلك قضية الميثاق. الميثاق والعهد، وأن الله جل جلاله بنفسه وذاته العلية أخذ مواثيقا من العباد، وأن الله عز وجل أيضا أمر صفوة عباده أن يأخذوا مواثيق من أممهم، فالأمر الذي يصل به شأنه أن الله جل جلاله هو الذي يتولى أمره، ما من شك أن ذلك يدل على عظم ذلك الأمر. فكانت مواثيق الإيمان والتي بدأنا الحديث عنها في درسنا الماضي، فتعرضنا لكلمة الميثاق ووقفنا على تعريفها من حيث اللغة من حيث الاصطلاح، وأيضا كلمة العهد وكلمة العقد والعلاقة بين تلك الكلمات الثلاث، وتبين لنا أنه من حيث شمول من حيث المضامين واتساع كل من هذه الكلمات الثلاث للمضامين تحت كل كلمة منها، فتبين لنا أن كلمة العهد هي أوسع هذه المصطلحات الثلاثة شمولا من حيث المفاهيم، ثم يأتي بعدها الميثاق ثم العقد. وأما من حيث قوة اللزوم فإننا نجد أن الميثاق يكون الأمر فيه أشد وأغلظ في هذا الأمر وهو قوة الالتزام من العهد، والعقد
يتحقق فيه قوة الالتزام بما لا مجال للتنصل من استحقاقاته. وتبين لنا أن مواثيق الإيمان ثلاثة أنواع. أما الأول فهو ميثاق التوحيد، ميثاق التوحيد، وهو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من بني آدم كلهم، وأن ذلك يوم أن استخرج الله عز وجل من صلب آدم ذريته وكل من قدر الله أنه سيولد من صلب آدم إلى يوم القيامة، فالله عز وجل استخرجهم من صلب آدم واستشهدهم على أنفسهم ليقررهم بأنه سبحانه وتعالى هو ربهم، ويقررهم بأن حقه عليهم إفراده بالعبادة وتوحيده جل جلاله بالعبادة، وأن الذرية أقرت لله عز وجل بذلك، وأن ذلك كان بنعمان أي عرفة، وأن الله عز وجل أشهد على الذرية السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد الأب آدم على ذريته بأنهم أقروا. وبعد ذلك الإقرار جعل الأمر فطرة في نفس كل واحد من تلك الذرية، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وكل مولود يولد على الفطرة. فهذا الميثاق الأول وهو ميثاق التوحيد، والذي أخذه هو الله جل جلاله، والمأخوذ منهم هم ذرية آدم جميعا بلا استثناء، والإقرار حصل من الجميع. أما الميثاق الثاني فهو ميثاق النبوة، وهو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، وأن ذلك كان أيضا في ذاك الجمع العظيم، فإن مع ذرية آدم كان معهم الأنبياء في ذلك الموقف، وهم بينهم كالسرج كما في خبر أبي الصحيح، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ منهم الميثاق. وأما الميثاق الثالث فهو ميثاق الاتباع، وأن هذا الميثاق أمر الله عز وجل الأنبياء أن يأخذوه من أممهم، والله عز وجل ذكر المواثيق الثلاثة في كتابه الكريم. فالميثاق الأول نجده منصوص عليه في قول ربنا عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأما النوع الثاني فجاء في آيتين في موضعين في سورتين. أما الموضع الأول في سورة آل عمران، وهي الآية التي محل مدارستنا في درسنا الماضي ونكملها في درسنا هذا بمشيئة الله، وهي قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والموضع الثاني الذي ذكر فيه هذا الميثاق ميثاق النبوة في سورة الأحزاب، وهو قول ربنا عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهذا ميثاق النبوة. وأما ميثاق الاتباع فذكر الله عز وجل ذلك في آيات، منها قول الله عز وجل وهو يخبر عن الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل، فقال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذا الميثاق أخذه أنبياء بني إسرائيل من أممهم. وأيضا ذكر الله عز وجل الميثاق الذي أخذ من هذه الأمة، فقال الله عز وجل في سورة المائدة مخاطبا المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فإذا هذا ميثاق الاتباع الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من العباد، والذي أعطى تلك الدلالة العظيمة على مكانة أمر الدين وشأنه عند الله سبحانه وتعالى. فالله أخذ الميثاق على امتثال ذلك الأمر. فالآية التي بين أيدينا وما بعدها، وأذكر هنا بقضية مهمة، وهي أن هذه السورة، سورة آل عمران، قضية النبوة قضية حاضرة في آياتها حضورا قويا. فأخذت قضية النبوة الحيز الأكبر من هذه السورة، بعد أن كانت قضية الألوهية في سورة البقرة وقضية الإيمان في سورة البقرة، فإننا نجد قضية النبوة تعتبر القضية الأساس والأم في هذه السورة الكريمة. لذلك نجد أن هناك قضايا عدة عرضت في هذه السورة مرتبطة بأمر النبوة. فلذلك ذكر قضية التعرض للأنبياء بالأذى والقتل وبيان الجزاء لمن حصل ذلك منه، وأيضا قضية وجوب الطاعة للأنبياء وعدم مخالفتهم والسير على هداهم، وأن ذلك تكليف لكل أمة بعث فيها نبي أو أرسل فيها رسول، وأن ذلك ضرورة دينية تكليفية من الله سبحانه وتعالى لا يجوز تركها والحياد عنها ومخالفتها، وأنه لا نجاة للإنسان إلا باتباع النبوة، وأن الأمر بهذا الوضوح في كتاب الله عز وجل. وأيضا نجد فيها قضية مكانة الأنبياء، حيث عرض قضية الاصطفاء، اصطفاء الله عز وجل للأنبياء. وأيضا عرض على شيء من التفصيل لتلك البيوت المباركة التي
كان فيها الأنبياء والرسل، فكانت قصة امرأة عمران والنذر الذي نذرته والذي أكرمها الله عز وجل بتلك المولودة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون حضنا ورحما لروح القدس عيسى عليه السلام. وتلك المولودة هي مريم بنت عمران، مريم الصديقة عليها السلام. وأيضا نجد فيها قصة زكريا نبي الله عليه السلام وحاله مع ربه عز وجل في شأن الولد وإكرام الله عز وجل له، وأن ذلك كان آية فأكرمه الله عز وجل بيحيى عليه السلام. ثم نجد فيها قصة البتول مريم عليه السلام وولادتها لعيسى عليه السلام من غير أب، من غير أب، وأن ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قصة عيسى عليه السلام، ثم التفصيل في قصة عيسى بين المؤمنين والكافرين، موقف هؤلاء منه وموقف هؤلاء منه، ثم القضية التي دلت على أن الله يغار لأنبيائه إذا نسب إليهم ما لا يليق وإذا اتهموا بما لا يليق، وأن في هذا الباب وفي هذا الشأن فتبرز عندنا في هذه السورة قضية المباهلة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، إن كان ما قالوه وما زعموه في حق عيسى عليه السلام إذن فليأتوا للمباهلة، وأن كل من الفريقين يدعو على نفسه وأهله وولده بلعنة الله والبوار إن كان ما هو عليه باطل. وكانت النتيجة أن أهل الكتاب تخلفوا عن تلك المباهلة، وفد نصارى نجران، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو على استعداد لتلك المباهلة. ثم نجد أيضا في هذه السورة إلى هذا الموطن، إضافة إلى كل ذلك، نجد قضية الخليل، خليل رب العالمين إبراهيم، هذا الإمام، هذا القدوة الذي بعثته كانت فارقا في تاريخ البشرية، هذا الإمام الذي أبقى الله إمامته من يوم أن بعثه وكلفت البشرية باتباع ملته الحنيفية السمحة، كيف لا وقد آتاه الله عز وجل حجته، كيف لا وقد ابتلاه الله عز وجل بأنواع البلاء، وكان موقفه من ذلك كله الوفاء، فوصفه الله بأنه إبراهيم الذي وفى. فتأتي قصة الخليل إبراهيم للتذكير بمكانته وإمامته وملته وإلزام الرب جل جلاله الأمم والأنبياء من بعده أن يتبعوا ملته. ثم يذكر شيئا من إساءة أهل الكتاب لهذا الإمام العظيم، لهذا القدوة، لهذا الخليل، خليل رب العالمين، فيذكر الله عز وجل شيئا من تلك الإساءة التي وقعت ممن نسبوا أنفسهم للكتاب. ثم أيضا تبرئة لذاك الخليل إبراهيم عليه السلام مما نسب إليه، وتبرئته عليه السلام هو
من أن ينسب إليه أهل الشرك، وهو الذي كان إماما للموحدين وإمام الملة، فكيف أن يزعم من أشركوا بالله أنهم على طريق الخليل وأنهم على منهجه؟ فالله عز وجل يبرئه من ذلك كله ويرفعه ويبين منهجه الصافي وملته السمحة الحنيفية عليه الصلاة والسلام، ثم يبين أنه أمر الأنبياء والناس باتباع ملته عليه السلام، وأن الله ارتضاها للناس يدينون له عز وجل بها. ثم بعد ذلك كله يأتينا قضية الميثاق، ميثاق النبوة. إذن هذه كلها هي الصورة التي يتجلى بالوقوف عليها أن سورة آل عمران قضية النبوة قضية رئيسة في هذه السورة الكريمة المباركة. فآية الميثاق التي ذكرت هنا وميثاق النبوة، وهو الموضع الأول الذي ذكر فيه هذا الميثاق، والموضع الثاني كما قلت في سورة الأحزاب. وكان وقوفنا في درسنا الماضي نحن استعرضنا ذلك كله على سورة من التفصيل، فإن آية الميثاق وما بعدها فإنها تضمنت فيما يتعلق بالميثاق أمورا خمسة، فإنها تضمنت دواعي أخذ الميثاق، لماذا أخذ الميثاق من الناس، وأيضا وهو ميثاق الاتباع. أيضا نجد أنها ذكرت شروط الميثاق وموجباته التي تستدعي لزوم الوفاء به، وأيضا ذكرت قضية الضمانات التي بوجودها نضمن تحقيق الميثاق، وأيضا نجد أنها ذكرت التسبيب والتعليل، وأيضا أنها ذكرت نتائج في حالة نقض الميثاق وعدم الوفاء به. فمما نجد في هذه الآية الكريمة وما بعدها في هذه الأمور، فالآية وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فنجد أنه بالنسبة لدواعي أخذ الميثاق ذكر الله عز وجل في هذه الآية داعيين: الأول إتيان الكتاب، لما آتيتكم من كتاب، والداعي الثاني الحكمة، الداعي الثاني الحكمة، كما ذكر الله عز وجل: لما آتيتكم من كتاب وحكمة. فالكتاب جعله الله سبحانه وتعالى من دواعي أخذ الميثاق من الناس. وهنا عندما نأتي مباشرة، وأن الخطاب هنا
لبني إسرائيل. الخطاب هنا لأهل الكتاب. لماذا كان الكتاب من دواعي أخذ الميثاق عليهم؟ لأن الله عز وجل ذكر الميثاق في كتبهم، ذكر الميثاق في كتبهم، وأن يأخذ أنبياؤهم هذا الميثاق منهم. والذي من مفرداته ومن قضاياه الرئيسة إيمانهم بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، إيمانهم بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وتصديقه ونصرته وتأييده وطاعته وعدم مخالفته، وأن هذا النبي هو سيبشر بهذا النبي الخاتم، وأن النبي الخاتم سيصدق بالنبي المبشر، فالسابق يبشر واللاحق يصدق. السابق يبشر بالنبي الخاتم، ونجد ذلك كما ذكر الله عز وجل عن روح القدس عيسى عليه السلام، كما ذكر الله عز وجل ذلك في أكثر من موضع في الكتاب الكريم، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا تبشير عيسى عليه السلام برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مبشرا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يبشر، والنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام يصدق بمن سبق من الرسل والأنبياء. فكون الكتاب أحد الدواعي لأخذ الميثاق لوجود ذلك الأمر فيه. وقد يقول القائل: وأين ما يدل على أن ذلك موجود بهذا التفصيل؟ نقول: إن الله ذكر ذلك، بل أخبر الجليل سبحانه في كتابه أن ذاك البيان في كتب أهل الكتاب بالنسبة للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام كان بيانا من الإيضاح، حتى أنهم يصلون به، أي بذلك البيان في كتبهم، أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كما يعرفون أولادهم. وهل يجهل الإنسان ولده؟ فإذا بمعنى أن البيان كان فيه من الوضوح والتجلية ما يجعل الواقف عليه تصل المعرفة بالموصوف كمعرفة الأب بالولد. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. فأما بالنسبة للأمر الأول، وهو أن ذلك مذكور في كتبهم، قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى على أن هذا النبي الخاتم
مكتوب باسمه ووصفه في التوراة والإنجيل. والأمر الثاني أنه مكتوب على طريقة فيها من الوضوح ما يجعل الواقف على ذاك الوصف يصل أن يعرف الموصوف كما يعرف الأب ولده، نجد ذلك أيضا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن هذا إخبار الله على بيان، إخبار الله أن البيان الذي كان في كتب أهل الكتاب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الإيضاح ما يوصل القارئ والناظر إلى هذا المستوى في المعرفة والإدراك، في المعرفة والإدراك. إذن هذا الداعي الأول. الداعي الثاني الحكمة. هذا داع جعل لاستحقاق هذا الميثاق، والحكمة فقه الكتاب ومعرفة أسراره، ويستلزم أيضا العمل بما في الكتاب، وأيضا يبين دور الحكمة في الفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال، وهذا علم النبوة. والأنبياء قدموا ذلك لأممهم، فالكتاب والحكمة جعل كل منهما داعي لأخذ الميثاق. أما شروط الميثاق وموجباته، الأول مجيء الرسول، وهذا نجده في قول الله عز وجل: ثم جاءكم رسول. إذن مجيء الرسول. الثاني التصديق، تصديقه لمن سبقه، تصديقه وأنه لا يكفر نبي برسالة نبي، بل يصدق كل نبي من سبقه، وبشر الأنبياء بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فلذلك إذن الشرط الأول والموجب لأخذ الميثاق مجيء الرسول. اثنين تصديق ما قبله، أن يكون مصدقا لمن سبقه من الرسل والأنبياء. الثالث البينات، قيام الآيات، البينات مع النبي، وهذا نجده بعد ذلك ذكر في بعد ثلاث آيات من هذه الآية في قول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. إذن هذه ثلاثة أمور هي شروط وموجبات الميثاق، أخذ الميثاق. الضمانات، فنجد من الضمانات التي ذكرت هنا أربعة. الأولى الإقرار، قال: أأقررتم؟ اثنين أخذ الإصر، وأخذتم على ذلكم إصري. ثلاثة الشهادة، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أربعة الوعيد، قال عز وجل: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذه أربعة بها تتحقق الضمانة بتحقيق الميثاق. ثم التعليل والتسبيب لأخذ الميثاق، أن الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه للناس، أن الإسلام هو دين الله
الذي ارتضاه للناس. أيضا حتمية المآل والرجوع إلى الله عز وجل للمحاسبة، فيحتاج إلى أخذ ميثاق وبيان لوازم ذلك الميثاق، فإن من التسبيب حتمية المآل فالرجوع إلى الله للجزاء والحساب. وثالثا اختبار الصادقين، وأن الله عز وجل ابتلاؤه وامتحانه لاختبار الصادق من الكاذب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن قضية اختبار الصادقين، أيضا انسجامه مع السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل نظاما صارما في هذا الكون، فإننا نجد ذلك يتسق مع تلك السنن، والتي مرد ذاك الميزان إلى أسماء الله جل جلاله الحسنى وصفاته العلى. ثم بعد ذلك ما هي النتائج في حال النقض؟ فنجد أن النتائج الحكم على الناقض بالفسق، عدم القبول لعمله، الخسران الأخروي، الضلال وأن يكون من الظالمين، لعنة الله، لعنة الملائكة، لعنة الناس، الخلود في النار، إعراض الله عنه، وهذه كلها ستأتينا. فلذلك فمتى ما تحقق الدواعي أخذ الميثاق وشروطه وموجباته، متى ما تحققت الدواعي وتحققت الشروط، إذن ما الذي ينتج عن ذلك؟ تطبيق الميثاق. وإذا تحققت الضمانات وأدركت الأسباب والتعليل، فماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى نجاح الميثاق والوفاء به. فإذن عندما نتأمل ونجد أن ذلك مذكور في تلك الآيات، إذن هنا نعود إلى ما قدمت به، وهو مكانة الدين حيث أخذ عليه الميثاق، ثم أيضا أن نعرف قضية الميثاق ومكانتها في دين الله وفي وحي الله سبحانه وتعالى، أن نفهم هذا الأمر بوضوح. فإذا أدركنا هذه القضايا الرئيسة فيما يتعلق بالميثاق وعرفنا ذلك كله، فنأتي إلى ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وما بعدها. فيقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. فالله عز وجل يذكر لبني إسرائيل من هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران ومن اليهود الذين كانوا في المدينة النبوية، فيذكر لهم أخذه الميثاق من الأنبياء، أخذه الميثاق جل جلاله من الأنبياء. والميثاق هنا المذكور، هل هو الميثاق الذي أخذ من الأنبياء والذي يقوم على تلك القضايا الكبرى الرئيسة الثلاثة، وهي قضية أن يعبدوا الله عز وجل وأن يحققوا ذلك في حياتهم وأن يصبروا
على كل أذى يجدوه، وليس لهم أن يتخلوا أن يحققوا عبادة الله عز وجل في حياتهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن يبلغوا الرسالة إلى قومهم، وهو قضية البلاغ، قضية البلاغ، وأن يبلغوا قومهم هذا الأمر، وأن يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يتخلف عن ذلك أبدا، لا يتخلف عن ذلك أبدا. فالميثاق هنا هذا الميثاق، أو أنه الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم أن يصدق بعضهم بعضا، وأن يأخذ الميثاق على أممهم، أن يأخذ الميثاق على أممهم بتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. إذن هنا هل هذا أو هذا؟ ولا مانع أن يكون الأول باعتبار جميع تلك المضامين للميثاق، والتي منها ما أخذه الله عز وجل على كل نبي أن يأخذ على أمته، أن إذا بعث النبي الخاتم أن تؤمن به وأن تصدقه وأن تتبعه. ثم هنا إذن هذا بالنسبة للميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. ثم المقصود بالنبيين العموم أو أنبياء بني إسرائيل، أيضا على قولين لعلماء التفسير، فمن قال العموم على أن ذلك أمر عام لجميع الأنبياء، ومن قصره على أنبياء بني إسرائيل فإنما أراد باعتبار الحال، وهو الفئة المخاطبة من وفد نصارى نجران وأيضا أحبار اليهود الذين كانوا في المدينة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، أي لما أعطيتكم من كتاب وحكمة. فالكتاب من عند الله، والحكمة تعليم من الله. إذن لما أعطيتكم من كتاب وحكمة، وتبين لنا أن الكتاب كان ذكر هنا على أنه من دواعي أخذ الميثاق، وكذلك الحكمة. فإذن من دواعي الأخذ ومن دواعي التطبيق لهذا الميثاق فإنه قضية الكتاب، وتبين لنا كيف كان الكتاب من دواعي التطبيق لما ذكر الله عز وجل في تلك الكتب من هذه المواثيق، والتي منها ميثاق الاتباع للنبي الخاتم والتصديق به عليه الصلاة والسلام. وقرأنا يعني ما بعض ما جاء في هذا الخصوص، في هذا الخصوص. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. جاءكم رسول، والمقصود هنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تقريبا قول عامة المفسرين أن المقصود هنا بالرسول هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، رسول الله محمد. مصدق لما معكم، مصدق. إذن جاء الرسول، وأيضا الشرط الثاني أنه مصدق، فالله يخبر أنه صلى الله عليه وسلم مصدق
لرسالة ونبوة من سبقه، وأنه على هديهم في قضية الإيمان والتوحيد والملة الحنيفية السمحة والإسلام. ولذلك الله عز وجل سيذكر ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل بعد أن ذكر هنا بالإجمال، ومصدق جاء ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. إذن تصديقه لما جاء قبله من كتب، وتصديقه لمن سبقه من الرسل، وأنه يعلن ذلك ولا يخفيه، وأن ذلك موجود في كتابه الذي أنزله الله عليه وهو القرآن، وأنه يقرأه صلى الله عليه وسلم للناس، وأنه كلف بأن يسمع الناس هذه الآيات ويقرأ ويتلو عليهم هذا الكتاب. ومما يتلوه عليهم أنه يعلن أنه مصدق بالكتب التي سبقت، ومصدق بالرسل الذين سبقوه، بل وأحيانا يأتي على وجه التفصيل بذكر أسماء من سبق من الأنبياء، وهذا سيأتينا. فإذن فيقول الله عز وجل ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لما معكم من التوراة والإنجيل. فكما قلت النبي السابق يبشر، النبي السابق يبشر، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. ده منهج. فعيسى يقول بالنسبة لمن سبقه، يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة، وبالنسبة لمن بعده ماذا يقول؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان آخر الأنبياء وآخر الرسل، فكان منه التصديق لمن سبق، وليس بعده رسول مرسل، ولكن عيسى سينزل في أمته في آخر الزمان، فأخبر عن هذا النزول، وأخبر أنه سيحكم في نفسه وفي أتباعه بشريعة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهدي الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا، وأن ينصر بعضهم بعضا، وأن يبشروا بمن يأتي بعدهم، وأن يبشر الجميع بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فإذن عيسى يقول لقومه مصدقا، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. والتوراة الكتاب الذي نزل على موسى، وموسى كان سابقا لعيسى عليه السلام من حيث الزمن، وعيسى عليه السلام سابق من حيث الزمن لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك بشر به، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فيقول الله عز وجل ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، مصدق لما معكم، ما معكم أي من التوراة والإنجيل، من التوراة والإنجيل. لتؤمنن به ولتنصرنه.
فميثاق الاتباع الذي أخذه الأنبياء من الأتباع أن إذا بعث في أمة هذا النبي النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوه وأن ينصروه وأن يتبعوه وأن يطيعوه، لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن هو إيمان صادق، دليله النصرة، أن الإنسان ينصر هذا النبي الخاتم. فالنصرة بالذب عنه، النصرة بالدفاع عنه، النصرة بنقل شرعه، النصرة بالعمل بشريعته، كل هذا من النصرة. النصرة بتعلم هذا الأمر، النصرة بحفظه حتى لا يهمل ويترك، كل ذلك يدخل في النصرة. ولتنصرنه، إذن هو إيمان يدل على صدقه، النصرة بكل أنواعها. ولتنصرنه. ثم يقول الله عز وجل: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال أأقررتم، الإقرار هنا الإقرار، الله سبحانه وتعالى يقول أأقررتم، الخطاب لمن؟ للنبيين، فإنه ما من نبي إلا كما يعني جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابن عباس، وأيضا من علماء تابعين قتادة والسدي، أنه ما من نبي إلا وأخذ الله عز وجل عليه الميثاق أنه لو بعث محمد بن عبد الله وهو حي أن يتبعه ويصدق، وأخذ عليه الميثاق أن يأخذ ذلك من أمته، أن يتبع، أنه متى ما بعث النبي الخاتم أن يصدقه. فقوله عز وجل قال أأقررتم، أن الله قال ذلك للنبيين، أقررتم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والنصرة له. طيب ما معنى الإقرار؟ الإقرار لغة الإثبات، وشرعا الإقرار هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه، على نفس المقر. وجاء الإقرار هنا بهذا اللفظ الصريح، فلذلك الإقرار أحد الضمانات الأساسية لتطبيق الميثاق. الإقرار أحد الضمانات الأساسية لتطبيق الميثاق، وأن الإقرار هنا أريد به تحقيق الوفاء، الوفاء بما أخذ من الميثاق، الوفاء بما أخذ من الميثاق. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، والإصر أصل كلمة الإصر ما يؤصر به، أي يربط وتعقد به الأشياء. وأخذتم على ذلكم إصري، فإذن وأخذتم على ذلكم إصري، على ذلكم من أنفسكم أو من أتباعكم، على قولين للمفسرين. وأخذتم على ذلكم إصري، فإذن هنا، والإصر يعني العهد المؤكد الموثق، العهد المؤكد الموثق أعلى درجات التوثيق. لذلك ضرب له المثل
يعني بالذي يحبس صاحبه ويمنعه من التهاون في التزامه بما عاهد عليه. وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. فإذن كرروا كلمة الإقرار، فيقول الله عز وجل لهم قال فاشهدوا. اشهدوا على من؟ اشهدوا على أنفسكم أو اشهدوا على أممكم وقد أخذتم عليهم الميثاق أن يفوا بذاك العهد الذي أخذ عليهم بالإيمان بالنبي الخاتم ونصرته؟ من المفسرين من قال اشهدوا على أنفسكم، ومنهم من قال على أممكم، ومنهم من قال الأمرين، اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم. قال الله عز وجل وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم، عليكم وعلى من أيضا الأمم الذين أخذ منهم هذا الميثاق والعهد. قال اشهدوا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.